هذا الميدان ميدان المرموم تحفه ميادين السباقات بإدانة الدنيا دبي. ننطلق في هذه اللحظات مع آخر أشواطنا في أمسية هذه الليلة في انطلاقات وتحديات اجني أصحاب السمو والشيوخ على أرضية ميدان المرموم عبر الهواء بث مباشر عبر قنوات دبي ريسنج. أتقدم وانطلق مع هذه الأسماء، أتقدم مع المراكز الأولى، نطالع المقدمة والصدارة. شلهوت على المركز الأول لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، طارش بن مبارك بالقوبع من يتابع انطلاقة شلهوت على المركز الأول. المركز الثاني مداهم لسمو الشيخ زايد بن سيب بن محمد آل الهيان، أحمد بن حميد لديلي في المتابعة في عملية التضمير، مزعل القادم مزعل لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، مختار بن احمد بن عبد الملك في عملية التضمير. المركز الرابع هملول قادم من هجنة رياسة، حمدان بن محمد بن مروشد في المتابعة. والمركز الخامس الرابع الخامس المركز الخامس نتابع انطلاقة هملول ومن هجنة رياسة قادم بمتابعة حمدان بن محمد بن مروشد. المركز السادس المركز السادس يأتينا لبيد القادم لبيد لسمو الشيخ سيف بن خليفه بن سيف آل نهيان، سعيد بن مبارك الوهيبي في المتابعه. والمركز السابع ينطلق هملول من هجنه رياسه بقياده حمدان بن محمد بن مروشد. والمركز المركز الثامن نتابع في ثامن المراكز القادمه ثهلان لسمو الشيخ محمد بن سعود بن راشد بن احمد المعلم وعيسى بن خلفان. الغفلي يتقدم في هذه اللحظات مع ثهلان. هكذا هي النتيجة لهذه الاسماء والشعارات ما بعد انطلاقة هذه الاسماء المنطلقة على ارضية هذا الميدان ميدان المرموم. عود الى الصدارة، سلهود على المركز الاول، سلهود العايدة ملكيته لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بمتابعة طارش بن مبارك بالقوبع. ببطي يتابع ببطي يراقب في هذه اللحظات انطلاقة شلهود على المركز الأول المندفع في أول مراكزنا في هذا الشوط. المركز الثاني أتابع المركز الثاني القادم في هذه الانطلاقات، مزعل لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، مختار بن احمد بن عبد الملك في المتابعه. ثالثا ياتينا هملول من هجنه رياسه بمتابعه حمدان بن محمد بن مروشد. المركز الرابع القادم داهم لسمو الشيخ زايد بن سيب بن محمد آل الهيان واحمد بن حميد الي ديلي في المتابعه. المركز الخامس المركز الخامس وتابع المركز الخامس هملول القادم هملول من هجن أرياسة بمتابعة حمدان بن محمد بن مروشد. سادس المراكز هملول من هجن أرياسة بمتابعة حمدان بن محمد بن مروشد. المركز السابع لبيد القادم لبيد لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان وسعيد مبارك الوهيبي من يتابع لهيب انطلاقة لبيد. والقادم فهلان ينطلق بشعار هجن المعلق قادم في هذه اللحظات فهلان، وتعود ملكية فهلان لسمو الشيخ محمد بن سعود بن راشد بن احمد المعلق، يتابع عيسى بن خلفان بشاوي الغفلي ينطلق في هذه اللحظات مع فهلان القادم بإنجازاته على أرضية هذا الميدان. هكذا هي النتيجة الثانية مع هذه الأسماء المنطلقة المندفعة في ميدان المرموم.
تحفة ميادين السباقات، تحفة الميادين بدانة الدنيا دبي، عودة مع الصدارة. آخر أشواط هذه اللمسية، لمسية رياضية حملت انطلاقات يجني أصحاب السمو شيوخ، صراع انطلاقات وتحديات يجني أصحاب السمو شيوخ في سن الثنايا في مسافتنا 8 كيلومترات، مع هذه الأسماء والشعارات والمؤسسات العملاقة داعمة دائما لرياضتنا العربية الأصيلة في عالم الأصايل. عودة إلى مجريات الشوط، نتابع نراقب عبر الهواء بث مباشر. سلهود على المركز الأول يحمل انطلاقات ومتحمل زمام هذا الشوط، تعود ملكيتا لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، يتابع مضمر الشرق الأوسط، ينطلق طارش بن مبارك بالقوبع، هذا أبو بطي ينطلق على المركز الأول بالماضي والحاضر وكذلك المستقبل، لا يتابع ويراقب هذا الشعار مع الإنجازات العديدة في عالم الأصايل ببطية. المركز الثاني وتابع إنتاج بدع ثلاب القادم مع مزعل القادم، هذا مزعل القادم، مزعل وحذاري من مزعل وانطلاقاته في الكيلومتر الأخير. مزعل القادم لمعالي الشيخ محمد بن بطية الحامد مختار بن أحمد بن عبد الملك في المتابعة. يا سلام. المركز الثالث نتابع هملول، هملول هملول والقادم شعار هجن الرياسة من أبدع حمداب بن محمد بن مروجد في هذا المساء، وقدم أسماء عديدة ما شاء الله مع هجن الرياسة في أمسيات هذه الليلة، احتضن النقاط العالية في هذا المسار وفي هذا التحدي المسائي في سن الثنايا ما شاء الله. هملول وهجن رياسة وحمدان بن محمد بن مروشد ينطلق في هذه الانطلاقات. المركز الرابع، الرابع مداهم قادم، مداهم قادم، هذا الشعار القادم في هذه اللحظات عيناوي، هذا الشعار عيناوي لاسمه الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان وأحمد بن حميد ليديلي، يتابع ليديلي في هذه الانطلاقات والتحديات. ركز يا ليديلي، ركز مع هذا التحدي. آخر أشواطنا في أمسية هذه الليلة كيلو الغابات و3 كيلومترات المتبقية، وصل هملول، تقدم هملول، ياهي هماليل الرياسة، ياهي هماليل الرياسة في هذا المساء والتحدي بقيادة المضمر حمدان بن محمد بن مروشد، ينطلق في هذه الانطلاقات والتحديات. المركز السادس كذلك هملول، كذلك هملول قادم من هجن رياسة بقيادة حمدان بن محمد بن مروشد، والقادم لبيد، قادم لبيد، لبيد القادم ينطلق بشعار سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبارك الوهيبي في المتابعة، وسهلان قادم، سهلان يتقدم بشعار هجن المعلة، هجن سمو الشيخ محمد بن سعود بن راشد بن أحمد المعلة وعيسى بن خلفان بن شاوي الغفلي، يقدم هجن المعلة القادمة في هذه الانطلاقات في أمسية هذه الليلة، وهجن المعلة خطفت نقطة من ميدان المرموم في أمسية هذه الليلة مع سن الثنايا، قادمين في هذه اللحظات بهجن المعلة بمختلف المضمرين. يا سلام، نغادر المنعطف الأخير في هذا المسار، وطارش يتقدم ببطية على المركز الأول بتاريخه وانجازاته مع الأصايل ببطية، الله يعطيه الصحة والعافية. 2 كيلومتر وسلهود، سلهود، سلهود على المركز الأول لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة طارش بن مبارك بالقوبع، لكن مختار، مختار بن أحمد بن عبد الملك قادم، مختار مع هجم بدع ثلاب الفاخر في عالم الأصايل. الله يا شعار علاج، يا شعار العديد والعديد من الأسماء اللي قدمهن مختار بن أحمد بن عبد الملك بشعار معالي الشيخ محمد بن بطي
آل حامد ووصلت هماليل الرياسة، وصلت هماليل الرياسة هملول ويرافق هملول، وتعزيزا من هملول القادم على المركز الخامس من هجن الرياسة بقيادة حمدان بن محمد بن روشد القادم، ولبيد لبيد الواصل لبيد يتقدم لبيد ليسمو الشيصيب بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبارك الوهيبي ينطلق، وثهلان قادم، ثهلان بدأ يتقدم من مركز إلى مركز، ثهلان تعود ملكيته لسمو الشيخ محمد بن سعود بن راشد بن أحمد المعلم وعيسى بن خلفان بالشاوي الأغبلي، هذا بالشاوي يتابع ثهلان، الله ولكن خلاص بنقول نقترب من الكيلو متر الأخير، آخر أشواطي هذه اللمسية، آخر انطلاقات هذه اللمسية، بداية اللمسية كانت مع حجن رياسة ومع هملولة ومع المضمر حمدان بن محمد بن مروشد، هل سيختم هذه اللمسية بن مروشد حمدان بن راشد ولا طارش له كلام آخر ولا شعار المعلى قادم لسمو الشيخ القادم محمد بن سعود بن رايد بن أحمد المعلى عيسى بن خلبان بالشاوي الأغفلي يقدم ثهلان الواصل على المركز الثالث، اللحظات الأخيرة الأمتار الأخيرة، سلهود سلهود على المركز الأول، لكن هملول القادم هملول هملول يبغي يختم اللمسية حمدان بن محمد بن مروشد، يبغي ياخذ اخر الاشواط كما سجل 11 نقطة في امسية هذه الليلة على ما ظن، الله يا بن مروشد يا حمدان يا بن محمد يا بن مروشد، ابدع في مهرجان تبوك في المملكة العربية السعودية، واتى بالرموز لشعار هجن رياسة، اتى بالنواميس شعار هجن رياسة وحمدان بن محمد بن مروشد، الله تاريخ طيب، تاريخ طيب داخل الدولة وخارج الدولة، تاريخ طيب، الله يا ابو راشد مشكور يا ابو راشد حمدان بن محمد بن مروشد، هذا الشبل من ذاك الاسد، الله يا هجن رياسة لله درك يا حمدان، هجن 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 هذه هجن رياسة الشعار الغالي على قلوب الجميع، يخطف شوطنا الثاني عشر من ضمن أشواطنا 13 شوط، المركز الثاني سلهود لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن رايد المكتوم، ثهلان وصل على المركز الثالث لسمو الشيخ محمد بن سعود بن رايد بن أحمد المعلى، وصل مزعل لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد على المركز الرابع والخامس، وصل المركز الخامس اللي وصلنا على المركز الخامس هذا هملول من هجن الرياسة، هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء بل لهذه المراكز، عودة مع التوقيت الزمني لحظات وصول هملول خاتما أمسيتنا في هذه الليلة 13-6 عجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني لهملول، تهانينا والناموس لحمدان بن محمد بن مروج المركز الثاني 13-8-7، وصل سلهود لسمو الشيخ محمد مكتوم بن محمد بن رايد المكتوم مع طارش بن مبارك بالقوبع، والثالث مع توقيته الزمني نتابعه في هذه اللحظات على الشاشة على الهواء بثا مباشر مع آخر الأشواط في أمسية هذه الليلة، نتابع 13-10 على ما ضمن الوفاء والتمام، هذا ثهلان لسمو الشيخ محمد بن سعود بن رايد بن أحمد المعلى عيسى بن خلفان بن شاوي الأغفلي من تابعه، شكرا طاقم دبي ريسنج، شكرا مخرجنا، نصل إلى ختام هذه اللمسية، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.